أهلا بكم مشاهدين الكرام إلى النشرة العربية بالتلفزيون الوطني ومن أبرز العناوين. دولة رئيس الوزراء يعين محمد فرح صبري مدير إدارة المراسم. رئيس لجنة الانتخابات يجتمع مع نائبة سفير الأوروبي لدى البلاد. الأمين العام للأمم المتحدة يعين أنيتا كيكي نائبة جديدة لممثله الخاص لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة صومال. التعاون الإسلامي تدين التفجيرات الإرهابية في مضارع عدن. أما الآن فأهلا بكم إلى تفاصيل النشرة، ومعكم عمر فرح. عين دولة رئيس الوزراء السيد محمد حسين روبلي السيد محمد فرح صبري مدير إدارة مراسم مكتبه، وذلك في مرسوم صدر له أمس الأربعاء. وحث دولته مدير المراسم الجديد على الإسراع في تعزيز الأعمال المنوضة بالمكتب، متمنيا له دوام التوفيق والسداد في المهمة الموكلة إليه. وكان محمد فرح صبري قد عمل في كل من السلك الدبلوماسي قسم شؤون العربية بالخارجية عام 2011 و 2013 وكان محمد فرح صبري قد عمل في كل من السلك الدبلوماسي قسم شؤون العربية بالخارجية عام 2011 و 2013 وقسم المراسم بالقصر الرئاسي عام 2013 و 2017. والسيد محمد فرح صبري يحمل ماجستير بتخصص إدارة الكوارث ودراسات لاجئين من جامعة إفريقيا العالمية بالسودان. اجتمع رئيس لجنة الانتخابات الفيدرالية السيد محمد حسن عرو مع نائبة السفير الأوروبي لدى البلاد سعادة نيكل ميلر، وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الملفات المهمة أبرزها التقدم الذي أحرزته اللجنة الانتخابية. ومن جانبها أشادت السفيرة بتحضيرات اللجنة حول عملية الانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها في مطلع العام الجديد. عين الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريس أنيتا كيكي من غانا نائبة جديدة لممثله الخاص لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة جمهورية الصومال. وتخلف السيد أنيتا كيكي السيد ريسدون زيرينجا الذي تم تعيينه أمينا عاما مساعدا ومنسقا لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. وتخلف السيد أنيتا كيكي ريسدون زينيجا الذي تم تعيينه أمينا عاما مساعدا ومنسقا لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. وتتمتع السيدة كيكي بخبرة تزيد عن 25 عاما في التخطيط الاستراتيجي والتنسيق والإدارة في الشؤون السياسية والإنمائية والإنسانية في مقر الأمم المتحدة وفي العمليات الميدانية. وشغلت منصب نائب الممثل الخاص المشترك للعملية المختلطة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي في دارفور، حيث قادت تدوير وتنفيذ استراتيجية الانتقال للبعثة من يوليو 2015 إلى أبريل 2018. وسيدة كيكي حاصلة على بكالوريوس الآداب في العلوم الاجتماعية والدراسات الإفريقية من جامعة ولاية نيويورك ودرجة الماجستير في العلاقات الدولية من جامعة غانا. دان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين في بيان التفجيرات الإرهابية الجبانة التي نفذتها ميليشيات الحوثي الإرهابية أمس في مدار عدن العاصمة اليمنية المؤقتة أثناء وصول أعضاء الحكومة اليمنية الشرعية. وأكد الأمين العام أن هذه الأعمال الإرهابية الجبانة لن تثني عزيمة الشعب اليمني والحكومة اليمنية في المضي قدما بمصلحة بلادهم عقب الإنجاز الذي تم التوصل إليه بشأن تنفيذ الشق الأمني والعسكري لاتفاق الرياض وصولا إلى تشكيل الحكومة الجديدة.
ودعا العثيمين إلى محاسبة مرتكبي هذا العمل الإرهابي الجبان ومن يقف وراءهم ويمدهم بالمال والسلاح، مجددا تأكيد منظمة التعاون الإسلامي وتأييدها لتحالف دعم الشرعية في اليمن في كل ما يتخذه من أجل إرساء الأمن والاستقرار في اليمن. إلى هنا تنتهي النشرة الإخبارية، وكان معكم في الهواء عمر فارح. أترككم في أمان الله حتى نلتقي مرة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله. إلى هنا مشاهدين الكرام تنتهي النشرة الإخبارية، وكان معكم في الهواء عمر فارح. أترككم في أمان الله حتى نلتقي مرة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله.